اللي صار احنا هنا هذه ارضنا متوجين عليها وورثة عن جدنا الهميات السنين، ما وجدنا الا الجيش الاحتلال الاسرائيلي جايب تنظيمه الجيش والجرافات والخلطات بسكروا عندنا نبعات مي كنا مستفيدين منها، زرعين ارضنا حوالي 80 دلم، عندنا هي حمامات بلاستيكيه مزروعه خيار بندوره عده خضره وزراعه خارجيه وتعيين كم حوالي كميه كبيره من هذه العائلات. فاحنا في شح الحين، احنا نضل شح في المي وزرعتنا كلها تخرب كل شيء وما في دخل ما في ولا شيء، ومنطالب احنا سلطتنا الوطنيه مساعدتنا في هذه المناطق اللي هي مسماسي قريبه الشارع الالتفافي، واحنا محرومين من اي نوع من المساعدات في هذا المنطقه.